طبعا بعد تجفيف الزبيب يتم تنظيفه وإزالة الأعواد ومن ثم جمعه في الكراتين المعدة للبيع. طبعا في اليمن هناك العديد من المناطق المشهورة بزراعة وإنتاج هذا النوع من العنب اللي هو النوع الرازقي، وأهمها خولان وبني حشيش. طبعا يعتبر الزبيب الخولاني أو العنب الخولاني من الأنواع الجيدة وذات الجودة العالية مقارنة بغيرها من الأنواع التي تزرع في اليمن، وتميز بارتفاع سعره.